تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ أكرر خالص التهاني لسموكم، لأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ويكلل جهودكم المخلصة بعونه وتوفيقه، ويحقق للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار، ويعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. ودمتم سموكم سالمين موافقين، ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد اطلعنا ببلغ التقدير والسرور على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإنه ليسرنا في هذه المناسبة المباركة أن نعرب لكم عن شكرنا واعتزازنا بمشاعر سموكم النبيلة نحونا، وأن نبادلكم التهاني داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عليكم وعلى وطننا الغالي وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.